yamli.com موقع على شبكة المعلوماتية يمكن الزائر الراغب الكتابة بالعربية على الكمبيوتر ويلي ما عنده كيبورد عربي أو برنامج طباعة بالعربي أو حتى إذا كان هو بارع بالأحرف اللاتينية فيمكن لهالزائر استعمال موقع yamli.com يلي وجد حلول كتيرة لهالمشاكل. الناشط بالموقع حبيب حداد هو ضيفنا وراح يحكي لنا أكثر وأكثر عن هالجديد. ينعاد عليك بخير وأهلا وسهلا. ميرسي وعليك. نعد عليك، أهلا وسهلا فيك حبيب. بالبداية منا هيك نبذة عن ولادة موقع yamli.com، مين اللي أسسوا؟ هل هن شركاء بالتأسيس ولا بس حضرتك حبيب؟ هلأ الفكرة بلشت بحرب تموز سنة الماضي، كنت أنا بباستن وسمعت صار في حدث حد بيت أهلي، رحت دغري على الإنترنت بدي فتش على خبر بالعربي، لأنه خبر بالعربي مثل بتعرفه منزل أول شيء أسرع شيء. بقى رحت وعم فتش وفتت على سايت عربي، أنا ما كان عندي كيبورد، أعمل كوبي بيست كل حرف، عاد شي ساعة حتى أعمل كلمة. بزيت الوقت عم بعمل شات مع صاحبي بلبنان وعم بكتب عربي بسهولة، عم بعبر عن حالي بالعربي بسهولة، بس لاستعمال الأحرف اللاتينية مثل شات، يعني بتعرفوا العالم العربي لقى حل لهيدي، صار يكتب مثلا عين يكتبها 3، الح 7، بقى هون الخ 5 مضبوط، وفي كثير يعني، بقى أنا هون لقيت إنه في شي ناقص، يعني عم بقدر أعبر عن حالي بسهولة بس ما عم بقدر أكتب بالعربي. هون فكرنا نطلع بالفكرة. عرضت على صديقي عماد جريديني وبلشنا نشتغل تقريبا بشباط 2007، نشتغل ليل نهار ويكندز، يعني اخذ معنا منيح شغل، وطلعنا ببروتوتايب شغال وقدمنا على اختراع، سجلنا بامريكا وطلعنا 25 تاني. كان في صعوبات بالاول كتير حبيب، يعني لما بلشت ولا كنتوا عارفين شوي شو التكنيك اللي بكون تستعملوها لتوصلوا للحل؟ يعني في شغلة، في واحد بيقول ريتا محال على الانترنت بيقول انه عادة المخترعين وقت ينجحوا بيكون في عندهم نايفتي بالاول، بيكونوا بسطاء. بقى من هون يعني فلتفتنا نحن بالمشروع، ما كنا عارفين صراحة وين رايحين، قلنا في مشكلة انا عم بعانيها، العرب كلهم عم بيعانوها، هات نفوت فيها. بلشنا فيها شفنا حالنا فتنا بمشكلة كتير كبيرة، بس نحن عم نعالجها، حسينا حالنا مبسوطين عم نعمل شيء للعرب، فكفينا فيها وتوفقنا بالأخير. يعني هو عنوان عريض لما نقول حبيب عملنا اختراع للعرب ورح يسهل لهم الكتيبة بالعربي والقراءة كمان للمتلقي بالعربي على شبكة الانترنت. بس خلينا نقول yamli.com بفوتو www.yamli.com. شو بيقدم خدمات فعلا على كيبورد لاتيني؟ طبعا مزبوط. كيبورد لاتيني ما كيبورد عربي، اذا المستعمل ما بيعرف يستعمل الكيبورد العربي. بيقدم خدمات، هو اول شيء عنا بحرك بحث جوجل، بقى بفوتوا على yamli.com بيكتبوا كلماتهم باللاتيني بيطلع بالعربي وبيفتشوا على اخبار، فيديوز، صور، بفتشوا فيهم يعني كل بدهم اياه. وبعدين فينا ناخذ هيك مثل قدامنا، لانه بدك تكتب بالاجنبي ويطلع بالعربي كل الاحرف، يعني الجيم الخاء كلهم بيطلعوا كلهم. يعني القوه بيملي، هلا رح فرجيكم هون اكزامبل، بس القوه بيملي انه نحن اول ما بلشنا قررنا انه ما بدنا نحط ولا اي كونديشنز ولا اي ستاندرد على العالم، بدنا هن كيف يكتبوا عاده يكتبوا ويطلع معهم. يعني اذا كتبوا الخاء بالخمسه أما بالكي اتش تطلع، إذا كتبت مثلا عين مثلا في العيال مثلا عائلة معلوف أما اسم سعد بيكتبوا أوقات دبل أي. صح، أنا عائلتي هيك بكتبها، فيها عين أو أي بتزبط كمان، يعني في أ في عنا بيكتبوها بالثري، بقى بالاثنين بيزبطوا. يعني إحنا ما بدنا نحط ولا ستاندرد، هن كيف يكتبوا ما هن بدهم نحن بتطلع بحيلا طريقة كتابة شوي. رح أفرجيكم هون بعد الفكره نحن عم نحكيها هيك، بس مش عارفين تطبيقها كيف ممكن اي حرف يلا. واحد يحطه وتطلع بالعربي، يعني حطوه مثلا مرحبا، بكم، الى مثلا هات نقول نكتب الى عيون بيروت. عيون بيروت كتب بطريقتين اما كذا طريقه، نحن نكتب ثلاث طرقات. هلا اول طريقه مثلا نكتبها هيك أويون، فينا نقول أويون دبلجتوا الحرف اللاتيني، يعني كأنه دبلج بهذه الطريقة. فينا نكتب مثلا عيون هيك، وفينا نكتب عيون بهالطريقة كمان رح يلاقيها هنا عيون بيروت. هلا فينا هون بدنا نفتش مثلا بس على عيون بيروت،
فينا مثلا نفوت على الويب ونعمل سيرش جوجل بيطلع لنا هون ريزلتس تبع عيون بيروت. يعني حلوة الفكرة لأن بتسهل كتير، يمكن غير أنه يلي مش معود يطبع عربي الأغلبية صاروا معودين من خلال الموبايل حتى مزبوط. يكتبوا بالحرف اللاتيني. هل هيدا شيء منيح للغة العربية أم بيضرها؟ ايه هلا في عالم بيقولوا أنه والله يملي عم يجربوا يضر اللغة العربية، بس أنا بحب أقول هون شغلة أنه نحن بالعكس نحن عم نجرب نفيد اللغة العربية. كيف؟ أول شيء رح أقول نقطتين. أول نقطة، اليوم الإنترنت العربي واقع بنوع من حلقة مفرغة. أول مشكلة ببلش من الطباعة العربية، صعب على المستعمل يطبع عربي، بقى صعبة، يعني بصير هذا بيؤدي إلى طلب ضئيل على المحتوى العربي على الإنترنت، وتكون في طلب ضئيل رح يصير في تمويل ضئيل. نرجع على ذات المشكلة، بيعملي عم نجرب نفتح الباب. العالم يلي عايشين برات، العرب عايشين برات بلادهم. أنا عايش مثلا كنت بباستن، ما عندي كيبورد عربي، هون على اللابتوب ما عندي كيبورد عربي، بدي أطبع بدي أفتش، ما في غير طريقتين. حتى اللي جايب لابتوب من برا، يعني إذا مزبوط. واحد كان برا وجاي ما عنده كيبورد عربي ليقدر يطبع. مزبوط. في كمان شغلة لاحظناها، لأنه الزوار عم يفوتوا لعنا أكتريتهم عم بيكونوا من دول عربية، تحديدا من المملكة السعودية العربية ومن من من مصر. يعني هذا الشيء بدل انه كمان العالم العربي عم يبعد شوي عن الكيبورد العربي. هلا ليش؟ بركي حق على المدارس، بركي حق على اللغة الغربية عم تطغي، بس بيامي عم جرب نفتح الباب، عم جرب نغطي كل العالم. وتسألتيني كمان اذا بتضر اللغة العربية، هون بدي اقول اعطي مثل. في الصين كمان عندهم زيت المشكلة، عندهم لغة كمان كثير معقدة وما عندهم اياها على الكيبورد، اما حتى عندهم يعني كيبورد صعبه. عملوا سيستم اسمه بينيين، عملوه ب 58، بس هاد الدوله الصينيه حطته، يعني حاطين ستاندرد كل حرف صيني شو بيطلع حرف انجليزي معادل لقلوا بالانجليزي. نحن بيملي حتى ما عم نعمل هيك، نحن فشخه زياده عملنا انه اكتبوا اللي بدكم اياه ونحن بنلاقي لكم جوابكم. طب حبيب كيف الطريقه لنقدر كل الناس تستعملوه؟ هل هو داخل بالموقع الفيسبوك ولا في نحن عندنا ابلكيشن على فيسبوك؟ هلا هو yamli.com ببلاش لكل العالم، بيفوتوا عليه وفيهم يروحوا على سيرش. في كمان عندنا شيء اسمه يملي اديتور، بيفوت واحد يكتب دوكيمنت، بيكتب ريبورت، ايميل وبيبعته لاصحابه. بفيسبوك عندنا ابلكيشن كمان، بيروح على الابلكيشن بيعملوا سيرش على يملي وبزيدوا بيروح على الابلكيشن بيعمل سيرش على يملي وبعدين بزيدها بيعمل اد ابلكيشن بتصير عنده، وتصير عنده بصير يكتبوا بالعربي لبعضهم اصحابهم على الوول على الكومبوز مسج بغيره ستاندرد. لما تكون عنده ممكن يستعملها اوقات يكتب انجلش ولا بيصير خلص الكيبورد تبعه عم يكتب؟ لا في يعمل اثنين، يعني عندنا في عندنا طرق هيك صغيره مهضومه سهله للانتقال من شيفت سبيس، بيعمل شيفت سبيس مثلا بيصير انجليزي. اوكي. في شغلة مهضومة هون بدي أقولها عن الفيسبوك، كيف نحن عادة نكتب العربي باللغة اللاتينية قبل، هلأ مع يامي صرنا عم نكتبها بالعربي، صار عالم عم يكتبوا اللغة الإنجليزية بالعربي. يعني مثلا I love بيروت بيحطوها I love بيروت، يعني I love بيروت. في واحد حط غنية مثلا لكوين I want to break free، طلع معه فريدي ميركوري باللهجة العربية I want to break free. بقى هاي شغلة مهضومة حبيتها أنا، وبالنسبة لي نوع من أنه سكسس انه عم نرجع نحن نطغي على اللغه الغربيه. طب وشو افادتكم الماديه؟ يعني تعذبتوا كل هالعذاب من شباط 2007 وبيقدر اي شخص يفوت فور فري ويصير هيدا التكنيك هو عم يستعملها ببيته، شو بتستفيدوا؟ في فكره عاده هلا ماشي بشرك الانترنت، هي انه اذا واحد عنده وصول لمستعملين كثير وعالم عم بيستعملوه، في وقت رح يجي طريقه ويقدر يلاقي ريفينيو. نحن بالوقت الحالي هدفنا الاول نوصل يملي لكل العالم، يخلوا العالم يستعملونا بطريقه كثير سهله. شو يعني يملي؟ يعني شو يملي؟ هي جاي من املاء. اوكي. كيف وقت كنا المدرسه الاستاذ كان يملي علينا الاملاء هيك، انا كان المدرسه صراحه كنت يملي، يعني يملي علينا. لازم كان يملي. يملي مزبوط، بس يملي بتطلع انه اهين على مقدر كول يعني للانترنت. حسينا مثل يمي هيك شيء. ما في واحد كتب عنا لا مش الحال. في واحد كتب عنا ارتيكل يمي يملي على الانترنت مهضوم زبطت هيك. بقى